السلام عليك يا أمة الله. وعليك السلام. كأني التقيتك ذات مرة. لديك شربة ماء؟ تفضل. أظنني التقيتك في سوق الكرخ وكنت تمتطي هذه القصبة. الحمد لله، يرحمك الله. إنه هو ذا الرجل الذي أنقذنا ذات مرة. نظري لا يخطر أبدا. Thank you.
يا أحنف، كيف كان يومك؟ كسابقاته يا رملة. ما بال القوم؟ أما عادوا يرغبون برجل يرعى إبلهم؟ لم أكن يوما تواقا لأن أرعى إبل أحد. ويحك يا أحنف، ما الذي تضمره؟ أن أملك ما يملكه غيري. تملك إبلا ولا يوجد في جيبك ثمن شات؟ علي أن أصبر وأدخر، والله مع الصابرين. أما أنا فلن أصبر ولن أحذو حذوك، فتدبر أمرك. اسمع يا رملة، لن أكرر خطأ بغداد ثانية. رحلة بغداد لم تكن إلا من وحيك أنت. تذكرت؟ أتعرف من جاءنا اليوم عند الظهيرة؟ من؟ بهلول. ماذا تقولين؟ أقول أمنا اليوم ببهلول، ذاك الذي أنقذنا ذات مرة في سوق الكرخ وطلب شربة ماء فأرويته. والآن؟ أظنه في هذه النواحي. إلى أين؟ إلى حيث أجد بهلول هذا. ما الذي حدث في سوق الكرخ يا صاحب الشرطة؟ مأساة كبيرة يا سيدي، مأساة كبيرة وحدث جلل. أفسح يا سعد، لقد صدم أحد البغال موكب مولاتي زبيدة وأوقعها أرضا يا سيدي. وهل أصابها مكروه؟ لقد أصيبت ببعض الكسور يا سيدي. وهذه مسألة أخرى من المسائل التي تشغل بال الخليفة. وما فعلت بالجاني؟ ما تقصد يا سيدي، البغل أم صاحب البغل؟ الاثنين معا. كلاهما في السجن يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. من ذا الذي يقبع خلفي؟ أنا الأحنف بن الهيثم. إنما يدهشني أنك تجيد صلاتك كما يجيدها شيخ قبيلتنا. نسيت قصبتك. أتراها قصب أم حصانا؟ إنما أنا أسألك هذا. قبل أن أجيبك لدي سؤال، متى ستذهب إلى بغداد؟ في الوقت القريب إن شاء الله. إذن علينا أن نمتطي الحصان. هيا يا حصاني هيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحنف، هل رأيت بهلولا؟ وكأني لم أره. من أتى بهذه الملكة الرعناء إلى الحكم؟ الملكة إيرين تحكم بلاد الروم بعد وفاة زوجها باسم ولدها القاصر نقفوز. اللعنة عليها وعلى زوجها وعلى ولدها. قسما لو لم أكن في انشغال مع من تمردوا على أمرنا لما توانيت عن دك حصونها وقلاعها لحظة واحدة. لسنا بحاجة لإعطائها ذهبا وفضة، فنزيد في طمعها وجشعها. ما الذي تقترحه يا ابن غوث؟ نتركها وشأنها فيما أخذته من ثغور المسلمين، ثم نسترجع ذلك بعد أن ننتهي من ثورة النصيبين. ما رأيك أيها القاضي؟ أرى أن نفاوضها على ما ترتئيه، ونجمع بين مصالحها ومصالحنا حتى يقدر الله أمرا كان مفعولا. ما شفيتم غليلي سيدي. اسكت يا أبا وهب، ليس الوقت وقتك. ما الذي تريد قوله يا أبا وهب؟ أرى يا سيدي أن نهاجمها في عقر دارها، فوالله إن هوجمت في عقر دارها ذلت ورضخت واستكانت. أقسم إنني كنت أحمل مثل هذا الرأي، لكنني كنت أنتظر من يشجعني عليه. لقد اتخذت قراري. Thank you.
السلام عليك يا رملة. وعليك السلام. تفضل. ما بال الأحنف؟ هل هو مريض؟ لا، بل هو هكذا دائما. بأين تأتين بالقمح يا رملة؟ من أرض ورثتها عن زوجي الذي مات. وكم ورثت يا رملة؟ ثمن ما كان يملكه. وهل أنجبتما خلفا؟ ذكرا، بقي مع أعمامه ردحا من الزمن. لقد أبخسوك إرثك يا امرأة. أرى الحزن باديا عليك. مات ولدي قبل موت أبيه. يويا. إذن فقد أنصفوك بما ورثته الآن يا رملة. جزاك الله خيرا. السلام عليك. مع السلامة. اسمع يا سعد، كم يبلغ عدد الذين يأمون السوق بدوابهم وأحصنتهم؟ أحيانا كثر وأحيانا ندر. ما الأمر يا سيد القاضي؟ ها؟ يجب أن يمنع هؤلاء من ارتياد السوق ابتداء من صبيحة الغد، جزاء لما أصاب ولاة زبيدة في سوق الكرخ. إلى متى؟ إلى متى سيستمر هذا الحظر يا سيدي؟ ها؟ إلى متى؟ لا أدري يا سعد، انتظر منا قرارا آخر. اذهب. شكرا يا سيدي. يا أحنف، صاحبك في الخارج، لما لا تخرج إليه فتؤنسه؟ ما أظنه إلا يغط في نوم عميق. أتظنه مجنونا حقا؟ أو تشكين بذلك يا رملة؟ أقسم إن من ينصح بفطنته وذكائه ويحمل علمه وثقافته لا يكون إلا في مصاف العلماء. أراك تهذين يا امرأة. ما أقول إلا نتاج ما أراه وما أسمعه. وما رأيك بمن يمتطيها كحصان؟ والله لولا تلك القصبة اللعينة لما شككت يوما بأنه أعلم أهل زمانه. تذكرت، لقد حضر هذا الصباح دون أن يمتطي قصبة. ماذا تقولين يا امرأة؟ أقول الذي شاهدته، كان يمشي وقصبته بيمينه يتوكأ عليها كراع فر منه قطيعه. لم يتغير شيء البتة، فارس ترجل عن حصانه.
أيها الناس، بأمر من الخليفة أدام الله عزه، يمنع ابتداء من هذه اللحظة إدخال الحمير والبغال والأحصنة إلى السوق حفاظا على السلامة العامة، وكل من يخالف هذا القرار عقابه السجن ومصادرة دابته. السلام على الخليفة. وعليك السلام يا أبا يوسف، تفضل. أرسلت في طلبي يا سيدي؟ غدا تدعو أئمة المساجد لدعوة الناس إلى الجهاد. وما هي وجهتك؟ الوجهة التي كنا نتحدث عنها. ملكة الروم؟ لن أدعها تختال على تخومنا، سوف أجعلها تدفع الجزية صاغرة. بارك الله مسعاك، سوف أدعو الناس للالتحاق بالجيش. ولكن ما بك يا أبا يوسف؟ من سيقود المسلمين يا سيدي؟ أنا. لن يؤدب هذه الملكة الرعناء سواي. انتظر، لا في العار، لا في العار. ومن أنبأك بأنني سأهرب؟ ألا تسمع بقرار الخليفة أمير المؤمنين؟ أي قرار تقصد يا سعد؟ اسمعوا، اسمعوا لهذا الرجل، إنه يهدي. القرار الذي اتخذه الخليفة بحظر إدخال الحمير والبغال والجياد لهذا السوق. بإمكان اعتقالك يا أبا وهب، ولكنني لن أفعل. لما تعتقلني يا سعد؟ لأنك تركب جوادا. يا قوم اسمعوا، صاحب شرطتكم يدعي بأن هذه القصبة حصان. حصان حصان. ابتعدوا ابتعدوا. اسمع يا أحنف، لن أوصيك بعد. انتبه إلى المحتالين، وخاصة إلى ذاك الذي يسمى خزيما. هذا الذي أصب إليه. لا تخافي، العاقل لا يلدغ من جحر مرتين. لكنك ستلدغ يا أحنف، أنا واثقة من ذلك. أحنف، ما هي الوصية المئة؟ هذا قمح وليس جوزا. أعرف هذا. ولكن الذي لا تعرفه أن القمح نتاج إرثي. ما الذي تودين قوله؟ ما أريد قوله هو أن ثمن هذا القمح يعود لي دون غيري. أحنف أحنف، إذا كنت تضمر خداعي فأفصح. أقسم أن تفوهت ثارية، فسأجعلك تجمعين قمح هذه الساعة. بل أقسم لو أني أمسيت أرملة من جديد فلن أعرف الحزن أبدا. إلى أين يتجه هذا الحصان يا سعد؟ وما صلتك بهذا؟ أسألك. إنه يتجه إلى سوق الكرخ. وهل يحق له أن يخالف أوامر الخليفة؟ طبعا، إنه حصان صاحب الشرطة. عجبا والله، منذ قليل مر الوزير على حصانه إلى السوق، وقبله كان الوالي في السوق يختال على جواده. بربك يا سعد، ألا يسري عليكم حظر الخليفة؟ نحن علية القوم وأهل الحكم، ونجيد ركوب الخيل،
ولا ندوس أولاد الخلفاء ونساءهم في الأسواق العامة يا بواب. أجدى أن أسألك السؤال نفسه. بل أجدى بك أن تهتم في صنع حوصك ولا تسأل شيئا يا بواب. ما الذي يؤرقك أيها القاضي؟ إيرين ليست باللقمة السائغة يا مولاي. ولكننا جهزنا ما يزيد عن 50,000، يضاف إليهم متطوعون يلحقون بنا في الطريق، أقدر عددهم 100,000. ألا يفي هذا العدد لدحر عدونا يا أبا يوسف؟ أنت تهاجم عدوا يتحصن في قلاعه وحصونه المنيعة، والأفعى أشد إيذاء في جحرها. لن يثنيني عن مهمتي سوى قضاء الله. أمد الله في عمر الخليفة وأيدك بنصره المؤزر إن شاء الله. سيدي، ما الذي تسره أيها القاضي؟ أريد بحث أمر انتظرت خلوتنا لأبثه إليك. ما الأمر يا أبا يوسف؟ أن يدرك الخليفة بأن سوق الكرخ مجال العامة الرحب، فيه يعتاشون ومنه يقتاتون. أعرف هذا. إنما أصدرته من حظر على دخول البغال والحمير والجياد يضر بمعاش الناس ويؤخر بأرزاقهم. أعلم أنني اتخذت قرارا في لحظة غضب وأليت على نفسي عدم التراجع عنه، ولكنني ندمت وتركت لك أمر رفعه مذ أسير إلى بلاد الروم. نصر الله الخليفة وأذل أعداءه وجعله محط أنظار الرعية وسبيل رغدهم ورفاههم. اذهب يا ولد، اذهب هيا، اذهبوا من هنا، اذهبوا من امامي، اذهب يا ولد، اذهب. يا رب يا رب، لقد أصبح الحمل ثقيلا علي، إلى متى سأظل على هذا الحال يا رب؟ أنت سبب بلائي، أنت سبب بلائي، سأحطمك. لابد وأنك رأيت راكب حمار مرة من هنا. بل رأيت حمارا بعينه. أين؟ أين؟ ها؟ هنا، هنا في هذا الزقاق. ولكنني لا أراه. لو تخلل الزقاق صفحة ماء لرأيته. هذا روثه، خذه، احتفظ به. لابد وأنك شاهدت الحمار يا أبا وهب. أنا لم يعيني الخليفة رئيسا لشرطة الحمير والبغال،
لقد اختفت آثاره هنا. أين بقية الروثية ترى؟ لا بد وأن القاضي جنيدا جمعها للبينة. أراك تهنأ مستريحا. تفضل تفضل. كل هنيئا مريئا. حلفتك، ألا أكلت منه؟ كأني أعرفك. حقا؟ معرفة والله جرت علي ندما. هيا معي هيا. إنني متيقن بأنك لا تدعوني إلى ضيافتك. بل هي ضيافة لن ترى من قبلها ضيافة. هل أنت جاد فيما تقول؟ جرب وستعرف. ما أحوجني الآن إلى الراحة. هل زرت السجن يوما؟ لا. إذن ستذهب معي السجن. هيا. السجن؟ لماذا؟ لأنك خالفت قرار الخليفة بعدم إدخال الحمير والبغال إلى السوق. ما عهدت حكما كهذا وأنا في صحراء نائية. القانون لا يحمي المغفلين والغافلين يا صاحبي. هيا. لا تخافي، سأحاول مساعدتك. أجد أنت فيما تقوله؟ اكتمي الخبر وانتظر. أؤمني نفسي بحريته قريبا يا أبا وهب. قلت لك اكتمي الخبر وانتظر. أبوها، ماذا تريد يا سعد؟ أراك تحن إلى هذا المكان يا أبو وهب. ما بنفسي حاجة إليه ما دمت أنت فيه. ولكنه سيكون مقرك ذات يوم. نعم. لن تحلم بذلك. هذا سجن يا أبو وهب، فما تفعلون ها؟ أتيت إليه بطعام. ولكنه منور عليك الاقتراب من السجن يا أبو وهب. لكنني أحمل تفويضا من الخليفة بالدخول إليه. أريني هذا التفويض. هيا أريني. هذا هو التفويض. أيها الحارس، افتح له باب السجن. هيا. سأنال منك ذات يوم يا أبو وهب، سأنال منك. قل لي يا أحنف، من الذي أخرجك من السجن؟ قلت لك بهلول. وما الذي فعله؟ هذا أمر أجهله. كيف تجهل أمرا مررت فيه؟
لا أدري، كل الذي أعرفه أن بهلولا أيقظني فوجدت باب السجن مفتوحا فخرجت. وأين بهلول الآن؟ لا أدري. يا سعد، كيف له أن يخرج حمارا محملا من بيت القضاء وهو في عهدتك؟ تنتهي عهدتي حين تأمر بذلك يا مولاي. أأمر بذلك؟ نعم هو ذا يا مولاي. هذا رقاع لم أكتبه. ويحك يا أبا وهب، أتدعي ما ليس لنا به علم؟ سيدي كيف أقوم بذلك ما لم تعطني عهدا؟ وما هو عهدي إليك؟ هو ذا، هو ذا خاتمك، هو ذا أعطيتني إياه ليكون بينة على صدق ما أقول. والله لا أدري ما الذي أقول، كأنني نسيت هذا الأمر برمته. سيدي إن كنت أعطيته عهدا بإطلاق صاحب الحمار فقد خالفك يا سيدي وأطلق الحمار وما يحمل. كيف تطلق سراح حمار احتجزه صاحب الشرطة بأمرنا؟ لو كان حمارا يا سيدي لما أطلقته. وماذا عساه يكون إذن؟ سليل حاكم ظلم رعيته وجار عليها فمسخه الله حمارا، وقد أتى هذا الحمار من صلبه. لن تنطلي علي أساليبك هذه المرة، كما أنني أشك في كل ما قلته من الرقاع إلى الخاتم، ولن تنجو من عقابي أبدا. لقد فاتك يا أبا وهب أن ذلك الحاكم الممسوخ حمارا قد أوصى لك قبل موته بحلته. يا سعد انزل إلى الاسطبل وأتني بسرج حمار. سنلبسك السرج وتخرج به أمام الناس ولن تخلعه عنك إلا بإذنه. لبوسك الذي أمرك الخليفة بلبسه، ها؟ أمرني بلبسه أمام الناس. عساه أعجبك يا أبا وهب. أعجبني بالطبع، فقد خلعه الخليفة عنه منذ استحسن قولي وألبسني إياه. ماذا تقول يا رجل؟ سأنقل ما تقول إلى الخليفة دون أي تأخير. لا 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 لا، بل تعال معي، هيا هيا. هذا ما تشيعه عنا يا أبا وهب. استحسننا قولك فألبسناك ثوبنا. والله ما ألبسناك إياه إلا مكرهين، يدفعنا إلى ذلك ذكاؤك وفطنتك. سنلبسك بدلا مما تلبسه أفخر ما عندنا من ثياب. لا أريد إلا استرجاع ثوبي الذي كنت أرتديه. لك هذا وفوق ذلك عطاء. عطائي للأحنف يا سيدي. كما تشاء، سنعطيه ما تقر به عينك. كنت قد آليت على نفسي ألا أتراجع عن قرار اتخذته، أما وقد حدث ما حدث فسوق الكرخ مباح أمام الدواب والبغال من كل حدب وصوب. أمر مولاي. سعد، بإمكانك ارتداء هذا السرج وارتياد سوق الكرخ ساعة تشاء. كتائب الجيش في الانتظار يا سيدي. توكلنا على الله. ألا تدعو لي يا أبا وهب؟ كيف لا أدعو لك يا سيدي وأنت منطلق لقتال الروم؟
ذودا عن حياض المسلمين. هذا نعيم الخليفة تدفق علينا دفعة واحدة. بل نعيم بهلول يا رملة، أقسم لقد وعدني بثلاثة منذ هروبي من السجن. أولها فاكهة تلذ بها عيني، وثانيها شواء يضخم معدتي، وثالثها دراهم أشتري بها جوادا يرفع من منزلتي. لكنني لا أرى الثالثة يا أحنف. أظنه أخلف بعض الشيء فيما وعد. أحنف، هذه هي الدراهم، قسما لقد وعدني وصدق فيما وعد. أما زلت تصر يا أحنف أن مثل هذا الرجل مجنون؟ والله يا رملة لا أعرف ما أقول في حق هذا الرجل،